لا تشتري عقار في تركيا إلا عند التأكد من مطابقة مواصفات العقار لنفس المواصفات والشروط المكتوبة في الطابو. مثلا إذا كنت تشتري أرض، فتأكد من أن المساحة الموجودة على أرض الطبيعة هي نفس المساحة الموجودة في الطابو. إذا كنت تشتري مثلا فيلا، تأكد من أن عدد الطوابق والمساحة والحديقة كلها مطابقة لنفس المواصفات الموجودة في الطابو. وهكذا بالنسبة للشقق، تأكد من عدد الغرف، تأكد من المساحة، تأكد من كل هذه الأمور بنفسك. تأكد من اسم صاحب الشقة الذي تشتري من خلاله، هل هو نفس الاسم أم لا؟ خذ كل هذه الأوراق واذهب إلى البلدية، واذهب إلى إدارة الطابو، تأكد منها. هذا في حالة أنك تريد أن تشتري بنفسك. فعزيزي العميل، احذر احذر، دوما هناك من يستغل، يعني دوما ما يقول أو النصاب يحتاج إلى طمع. عندما ترى عرض جيد، تشعر أنه عرض يعني لا مثيل له، لا تستعجل، استعن بالله، انتظر، تريث قليلا، اسأل عن كل الأوراق بنفسك، لأن دائما توجد مشاكل خلف هذه العروض الغير واقعية. يعني أحد العملاء تواصل معنا من الخارج، يعني يريد أن يعمل لنا وكالة لكي يشتري له العقار هنا. هو كان جاء تركيا من فترة، يعني رأى فيلا في منطقة بيل بدوزو، بلوكيشن روعة ومساحة رهيبة وكل شيء يعني فوق الممتاز، لكنه تعثر في الشراء في هذا الوقت. يعني رجع إلى بلده، ثم لم يستطيع أن يأتي الآن بسبب أزمة كورونا. تواصل معه صاحب العقار باستمرار، أنا أريد أن أبيع لك، وأنا جدا محتاج إلى الفلوس لهذا السبب، أريد أن أبيعها بأقل سعر، وكل هذه الأمور. تواصل معنا، ذهبنا إلى صاحب الفيلا، فوجئنا بأن ليس لديه طابو للفيلا، وأن الفيلا مخالفة. عندما ذهبنا إلى البلدية وسألنا عليها، الفيلا مخالفة، الرخصة موجودة أنه يبني على 25%، هو الرجل باني على نسبة 80% ومقدم على عفو في المحكمة، منتظر العفو يخرج له، إذا كان يخرج له عفو أو لا. العفو يأخذ 20 سنة أو 15 سنة، لا نعلم متى يخرج يعني. فاحذروا احذروا احذروا، عند شرائك تأكد من كافة الأوراق كي لا تقع تحت طائرة القانون.